سعيدة جدا بالمهرجان وبحضوري النهاردة. ببارك لأخويا وزميلي النجم محمد رياض على الإشراف على هذا المهرجان الدورة 16. سعيدة إن احنا عاملين الاسم بتاع المهرجان للزعيم والأستاذ عادل إمام. كنت فرحانة جدا وأنا بحضر الفقرة اللي فاتت تكريم زمايلي النجوم والفنانين عن مشوار طويل من الفن والمسرح. أنا تلميذة مسرح وأساسي الفني، يمكن المسرحيات اللي أنا قدمتها وأنا صغيرة ما كانتش سبب في النجومية بتاعتي، إنما أنا مشواري الفني عبارة عن لحد دلوقتي 14 مسرحية، وده معناها إنه في 14 سنة من حياتي قضيتها على خشبة المسرح مع الأساتذة الكبار جلال الشرقاوي، محمد نوح الله يرحمهم ويحسن ليهم، لنن الرملي. فأنا تلميذة وممثلة مسرح.